المعلق القادم هو محمد عمر. محمد عمر سيد المرسي، عندي 21 سنة، أنا من أبو كبير شرقية، أنا طالب طبعا في كلية شراقة وأنت فاهم الأشراف. أنا والله يعني أنا بحب الكورة من صغري، وبدأت إن أنا ألعب كورة في الناشئين عندنا في مركز الشباب، بعد كده لعبت غزل السويس وانتقلت بقى لنادي النصر القاهري، ولعبت برضه فترة في اتحاد الشرطة، وبعد كده يعني الحمد لله يعني أحمد ربنا جالي إصابة في ركبتي، عملت العملية، وبعد عملت العملية قلت أقعد بقى في البيت بقى يعني الكورة كده شكرا. والله مسابقة اون تايم سبورت أنا كان حلم من حلم حياتي إن أنا أكون مذيع. بدأت التعليق ده من 5 سنين كده، يعني في ناس بدأت تقول لي لا أنت صوتك كويس، أنت عندك الموهبة، كمل في التعليق. وبدأت بقى أعمل صفحة على الفيسبوك، الناس بقى بدأت تدعمني وتقول لي أنت كويس. في يوم من الأيام كده يعني واحد بعت لي أيام المسابقة، واحد بعت لي بيقول لي في مسابقة اون تايم سبورت، الحمد لله قدمت. والحمد لله طبعا تم اختياري في التصفيات النهائية في قناة اون تايم سبورت، صوتوا لي على رقم 70 محمد عمر. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن مدحت؟ ازيك يا حبيبي، منور الدنيا يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، يا ربنا يخليك يا رب. وبعدين اسمك الحقيقه على اسم محمد عمر، نجم مصر طبعا اتحاد اسكندري وحبيبنا كلنا. كابتن محمد، كابتن محمد قيمه كبيره. طبعا كابتن محمد عمر. انت كنت في غزل السويس بتلعب في الفريق الاول يا محمد؟ لا، لعبت ناشئين يا كابتن، لعبت ناشئين غزل السويس. وبعد كده كملت في كذا نادي، وجات لي اصابه في ركبتي والحمد لله يعني يا كابتن. يلا بالتوفيق يا حبيبي، متعنا بصوتك الحلو ده ان شاء الله يا كابتن. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، النقل الحصري والوحيد للدوري المصري الممتاز. النهارده مشاهدينا الكرام، استاد القاهره، نعم استاد القاهره الدولي، يستضيف مباراه كبيره جدا، بيراميدز اف سي ونادي الزمالك، مملكه الفن والهندسه، الملوك نعم يواجهون بيراميدز، قمه صعبه، قمه مثيره جدا. نعم مشاهدينا الكرام، المدير الفني للزمالك النهارده هو باتريس كارتيرون، الثعلب الفرنسي يواجه نعم اروى بابل الارجنتيني، مباراه مشتعله مشاهدينا الكرام، اكيد حنتابعها. ودي كوره لرمضان صبحي، يا سلام يا رمضان يا صبحي، والكوره الاولى لنادي بيراميدز، يعني بص شوف الكوره، وادي رمضان، وادي رمضان يا ولد يا الله. نعم كان ممكن يسجل هدف اول، نادي بيراميدز بيضغط الان على نادي الزمالك، وادي كوره ولكن سهله المره دي. ادي باتريس كارتيرو المدير الفني، رائع باتريس كارتيرو، وادي نادي الزمالك، العرضيه جوه منطقه الجزاء، الملك كاد ان يسجل، الملكة عن طريق الونش، ولكن بص سيد زيزو، يا سلام يا سيد يا زيزو، وهنا طبعا يكمل فيها الونش، ولكن يعني خرجت الكرة الى بره الملعب. مرة ثانية مشاهدينا الكرام، الكرة رمضان صبحي، رمضان صبحي واحد على واحد، هيعمل ايه رمضان مع الكرة رمضان صبحي، رمضان رمضان ويقف على كرة رمضان، استنى رمضان هيعدي ولا ايه، ولكن لسه رمضان استنى مساندة، ولكن نعم نادي الزمالك، وادي الفرجان الساسي، فرجان الساسي في نص الملعب، الكرة مع نادي الزمالك، ولكن عبد الله السعيد بيقطع الكرة مرة تانية، رمضان صبحي، رمضان صبحي مع الكرة، ظهر له هناك على اليمين، يا سلام يا ولد، ممكن عبد الله السعيد، ون ون ون، عبد الله السعيد في بيراميدز نمبر 1، 3 وحايد يا عبد الله. نعم مشاهدينا الكرام، عبد الله السعيد هو خامس هداف في الدوري المصري الممتاز ب 111 هدف، 50 هدف مشاهدينا الكرام مع النادي الاهلي، 36 هدف مع الاسماعيلي، ونعم 25 هدف لبيع مع بيراميدز. يا ولد يا عبد الله يا سعيد، يا فنان يا عبد الله، يا ولد يا عبد الله، يا عبد الله بص شوف، ودى الونش في خبر كان وحطها بالشمال، قدم يسرى ذهبيه تضع بيراميدز في المقدمه، يا سلام يا سلام يا ساده، 1-0 مباراه. ودي شيكا، شيكا المعلم، جول جول جول، حرام حرام، مش ممكن يعني، مش ممكن، فرصه صعبه صعبه، مش ممكن، ضاعت ازاي، ولكن هارد لك نادي الزمالك واحمد سيد زيزو، ممتاز دونجا اللي قام تغطية بشكل ممتاز جدا، يعني دونجا بص شوف، اشريف اكرامي لعبها هنا، والخطأ شيكابالا اداها هنا، واحد لواحد على طول المرمى فاضي، ولكن تألق دونجا نعم حط رجله بشكل ممتاز واستخلص الكرة مشاهدينا الكرام، 1-0 في مباراة مشتعلة، هي دي الديربي، ديربي كبير جدا مشاهدينا الكرام بين فريق اف سي بيراميدز ونادي الزمالك، حتى الان الفارس الابيض متأخر، وادي شيكابالا العرضية راسية، مجنونة كرة القدم، ترفض تستعصي، لن تسجل يا زمالك، المغربي الجنسية براس مثالية، ولكن تخبط في العرضة، مش ممكن، لا 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 لا، رفضاكو يا زملكاوية، باتريس كارتيرو الثعلب الفرنسي هيتجنن بره الخطوط طبعا، هيتجنن، تاني كورة، مش ممكن، نادي الزمالك، وادي شوف كارتيرون اهو، لسه بتكلم وكارتيرون. اذا مشاهدينا الكرام، نعم مباراة ممتعة، انتهى، نعود الان مشاهدينا
الكرام الى الكابتن مدحت شلبي. اليك الكلمه كابتن، تفضل. شكرا جزيلا يا محمد، شكرا جزيلا. كابتن فاضل، محمد ضحكته في البدايه كانت كويسه كده، وشه يعني يدي تفاؤل. يعني مش عارف هو قال باتريك تقريبا، قال باتريك كارترون، هو باتريس كارترون، فبرضه الحته دي مش باتريك، هو باتريس. يعني تقريبا كابتن عصام عبده، في حته من كابتن عصام عبده انا حسيت في الاول، وبعد كده في هو قاله بتاع 111 عبد الله سعيد نمبر 1، ده انا شايف انه مش حلو، يعني مش في حلو ممكن يشد المشاهد. الحته الثانيه بتاعت احصائيات قالها بتاعت عبد الله سعيد كويسه جدا، بتاع عدد الاهداف، فهو مذاكر كويس، لازم يزود عليها يقول كان نادي المئة، يعني ان من عبد الله من الليجندز او من اساطير نادي المئة كانت هتفرق جدا. لكن عنده حضور، مش خايف، عنده ثقه في نفسه. كره زيزو كنت اتمنى ان هو يوصفها عشان يوصل يعني لاحسن حاجه، يعني يقولها يحطها مره واحده بطريقه معينه او يقف عليها، يعني كان يدي رايه في الكوره، فكان هيبقى وصفها احسن. جميل. استاذ حاتم، شوف هو صغير في السن لكن صوته فيه نضج، يعني ودي يعني حاجه لطيفه، يعني سنه صغير طبعا لكن صوته انا يعني انا فاهم وجهه نظر فضل في 111، بس افيه بتاعه يعني 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 عاجبني ان هو بتاعه، يعني انا الحقيقه ما سمعتوش قبل كده، يعني ما سمعتش حد من المعلقين بيقول 111، يعني ما كان لازم يقول بقى نادي المئة مثلا، يعني ايقاعه ماشي مع المباراه. الكوره اللي ضيعها زيزو، لا دي عايزه وصف، يعني عايزه يتقال يعني شويه تفصيلتين عليها بس علشان المشاهد، مهم جدا ان المعلق يحس المشاهد عايز يقول ايه، فهو المعلق يقوله بالنيابه عن المشاهد. بالظبط، دي بقى التوب يعني بتاع بتاع المعلق، يعني فلو كان عمل ده كان قول يا عمر اتفضل. بقول لك ان شاء الله يا كابتن، يعني هي خبره بس والخضه في اول مره، وان شاء الله ده كله باذن الله يعني نحاول نظبطه ان شاء الله. طبعا لا انا معاك والله، انا يعني انا مقدر جدا وعارف الموقف صعب، وانا لو مكانك يعني هيبقى صعب عليا انفذ الكلام اللي انا بقوله. لكن يعني جميل. ان شاء الله بالتوفيق يا محمد ان شاء الله. كابتن بلال، هو طبعا عجبني في حاجه محمد، بدايه متسرعه لكنه ظبط، يعني هو في الاول بدا متسرع وبدا بنرفع عالي قوي، لكن بعد كده ما شاء الله ظبط، بيعرف ياخد نفسه كويس، ادى الهدف حقه. بس انا برضو هتفق مع استاذ حسن ومع كابتن محمد في النقطه ان هو كان ممكن يسهل الوصف عليه اكتر من كده. الشيء الوحيد اللي ما عجبنيش فيك يا محمد الصراحه، ان انت ربكت نفسك في الكره بتاعت زيزو، ان انت قلت جول 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 جول، هي لسه ما دخلتش، وانت المفروض ان انت اتفرجت على الماتش فشايف ان هو زيزو حطها فوق، فده اللي بعد كده يعني يعني ليك يعني. لكن في بقى نقطه حلوه جدا فيه، الحماس بتاعه مش مستفز، احنا في بعض الاحيان انت يا كابتن مدحت استاذنا يعني. لما يبقى معلق داخل ماتش حماسي انت تحس ان حماسه مستفز، تحس ان هو مدخلك حرب لعبه كمبيوتر كده ضرب وكل حاجه. لا هو حماسه عالي وحلو جدا، ممتاز يعني. يلا درجاتك يا كابتن فاضل. سبعه 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 ونص. سبعة ونص. وانا هدي لك يا محمد سبعة ونص برضو، وشرفتنا يا حبيبي واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك يا كابتن، اشكرك يا حبيبي، اشكرك، شكرا.